قدرات هائلة للذكاء الاصطناعي على رسم صور ومعالجتها بشكل قد يصعب معه التمييز بين الصور الحقيقية والزائفة ما يطرح مجموعة من التساؤلات الأخلاقية حول سوء الاستخدام المحتمل أو التلاعب بالصور الشخصية بغرض الابتزاز وما يثيره من ذعر فوتوغارد تقنية جديدة ابتكرها باحثون في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقوم على حماية الصور من التعديل أو التزوير باستخدام الذكاء الاصطناعي. أداة مبتكرة تستخدم ما يصفه مبتكروها بالاضطرابات أو الشفرات، وهي تغييرات صغيرة في بيكسل الصورة لا يمكن أن يراها البشر بالعين المجردة، لكنها مهمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي لحماية الصور من التلاعب. خدمات متنوعة تقدمها فوتوغارد. ابرزها منع نشر الصور الكاذبه والتخفيف من المعلومات المضلله في قطاع الاخبار وضمان بقاء صور مسرح الجريمه من دون تلاعب في مجالات انفاذ القانون ووقف انتشار المحتوى السيء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. باحثون اشاروا الى ان فوتوغارد لن تستطيع ازاله خطوره تعديل الصور وسرقتها بشكل غير قانوني واخلاقي تماما. لكن هدفها هو جعل مساله التعديل والتزييف باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي اكثر صعوبه لمزيد من المتابعه نرحب معنا من اسطنبول بالخبيره في مجال الذكاء الاصطناعي نور نعيم انا مثلا بك معنا نور قبل ان نتوقف عند أهمية هذه التقنيات التي يتم اعتمادها حديثا لمجابهة تزييف الصور، نريد ان نتحدث قليلا عن الذكاء الاصطناعي وكيف ساهم في هذا التزوير للصور وبالتالي ما حجم الضرر الذي يحدثه على كافة الأصعدة ان كان على الصعيد الشخصي او المعلوماتي او القانوني كذلك. بالفعل يعني نحن نتحدث كلما ازدادت ادوات الذكاء الاصطناعي في التقدم ومما يفيد البشريه بشكل كبير، هناك ايضا خط اخر موازي لخط تقدم هذه التقنيات واستخدامها بشكل مفيد كل يوم، هناك خط موازي يتم فيه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسباب سيئه تضر بالبشر وبمصالح البشر قد يترتب على استخدام هذه التقنيات من التزييف العميق سواء كان البصري او السمعي بمعنى ان التزييف العميق للصور او مقاطع الفيديو او حتى التسجيلات الصوتيه لاهداف للاسف تنبع من ال 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 الاهداف السيئه اما الضرر المادي او تشكيل ضرر معنوي كالابتزاز او الاحتيال او حتى السرقه او حتى الابتزاز المالي وهي منتشره في الأسف للاونه الاخيره وقد تطال حتى البعد السياسي من الحملات المضلله وان انتشار المعلومات الكاذبه خصوصا في موسم الانتخابات والدعايه الانتخابيه كما حدث اول امس مع الحمله الدعائيه البولنديه ولاول مره كان هناك استخدام للتزييف العميق بشكل من جهه رسميه للاسف تم فيه تضليل بعض الشعوب في الشعب في الفيديوهات المفبركه وبالتالي نحن نتحدث عن ان التكنولوجيا كما انها هي اوجدت حلول لبعض المشاكل ولكنها للاسف شكلت الان مشاكل معقده كبيره إضافية مم. تشكلت في تقنيات التزييف العربية.